بسم الله الرحمن الرحيم، هنتكلم مع بعض يا شباب ان شاء الله في استراكشر ستيل ديزاين 4. وزي ما انتوا عارفين ان ستيل 4 بيتكلم عن الريل واي بريدج، الكباري، السكة الحديد، وهو الكوبري اللي بيتحرك عليه القطر. الترم اللي فات اخدنا ستيل 3 وكان رود واي، وده كان الكوبري بيتحرك عليه عربيات. نبدأ مع بعض introduction كده، ايه هي انواع الكباري. عندنا الرود واي، وعندنا الريل واي، وعندنا الفوتنج بريدج، وعندنا كومبايند بريدج. زي ما احنا عارفين الرود واي اللي هي اللي بيحرك عليها الكارز والتراكس اللي هي العربيات والشاحنات، انما الريل واي اللي معمول للترينز للقطارات، والفوتنج هو كوبري المشاة، والكوبري مركب ما بين حاجتين، يا اما يكون كوبري للعربيات وكوبري للقطر، او ما بين الكوبري العربيات والمشاة. هنا هناخد الفرق ما بين الريل واي والرود واي من حيث الحاجة الخاصة بالحركة. هنا الحركة في كوبري الريل واي بتحرك على القطر، بتحرك على الريلز اللي هي القضبان بتاعة القطر، وتحتها حاجة اسمها سليبر اللي هي فلانكات أو الأخشاب اللي تحت الريل. يبقى عندي هنا اللي هي الريل، القضيب اللي بتحرك عليه القطر، وتحته السليبر الفلانكات أو الأخشاب. إنما الحركة في كوبري الرود واي بتكون على كونكريت سلاب وطبقة أسفل بتحرك عليها العربيات. الفرق ما بينهم من حيث عدد السترينجر. وعدد السترينجر في كوبري الرود واي كان بيحكمنا عرض الكوبري، على حسب عرض الكوبري بينقسم المسافة ما بين 1.5 لـ2 ما بين السترينجر. فلما بيكون عرض الكوبري سواء كان صغير او كبير بيحدد لي عدد السترينجر، ان انا بقسم العرض على مسافة من 1.5 لـ2 اشوف عدد السترينجر كده. انما هنا عدد السترينجر محكوم بعدد المسارات اللي انا عايز احركها على الكوبري. هل انا بعمل كوبري لمسار واحد اللي هو سينجل تراك او وان تراك، او بعمل كوبري لتو تراك بيعد مسارين، او بعمل كوبري لتريبل تراك. كل مسار له 2 قضيب، وكل قضيب له سترينجر بينقل منه الحركة. يبقى اذا كل تراك له 2 سترينجر. يبقى لو انا بستخدم سنجل تراك هيكون عندي 2 ريل و2 سترينجر، دبل تراك 4 ريل و4 سترينجر، تريبل تراك 6 ريل و6 سترينجر. بعد كده الفرق ما بين المين سيستم نفسها اللي انا بستخدمها في الكوبري، سواء كان الكوبري ده رود واي او ريل واي. احنا قلنا ان الكوبري بيتكون من 3 كاميرات رئيسية. الكاميرا الأولى اللي هي السترينجر اللي هي بتاخد الأحمال مباشرة من القطر أو من العربيات وتنقلها للكروس جردر. الكروس جردر بينقل الأحمال للمين جردر، والمين جردر ديت لها شكلين، ممكن يبقى شكلها بليد جردر، ممكن يبقى شكلها ترس. الحالتين ينفع معاهم أصممهم بليد جردر أو ترس، يعني ممكن أصمم الرودوي بليد جردر او اصممه ترس. نفس الكلام الريلوي، اصمم الكاميرا بتاعته بليد جردر او اصممها ترس. مين اللي بيحكمني؟ الاسبان بتاع الكوبري، طول الكوبري اللي هو طول الكاميرا نفسها. لو كانت اقل من 40 متر بنستخدم بليد جردر، لو كانت اكبر من 40 متر بنستخدم ترس. طبعا عارفين البليد جردر هي عبارة عن كاميرا اي سيكشن، بس بنعملها بيلت اب سيكشن لان عليها احمال كبيرة جدا، مش بنلاقيها موجودة في الجداول بتاعة الاي سيكشن، مكونة من ابر فلانج ولور فلانج وويب بليت. انما التراس زي ما احنا عارفين بيتكون من ابر كورد ممبر ولور ممبر وفيرتيكال ممبر ودياجونال ممبر. طبعا اشكال الممبر هنا غير اشكال التراس اللي احنا متعودين عليها، اللي هي الدبل انجل والوان انجل والستار شيب. شكل الممبر بيكون عبارة عن اشكال بيلت اب سيكشن احنا بنصنعها بلبس معين وبعرض معين بحيث تشيل الاحمال الكبيرة الموجودة على الكوبري. يعني هنلاقي هنا الفيرتيكال والدياجونال اللي كنا بنعملها وان انجل، هنا معمولة قطاع اي سيكشن. الابر واللور بنعملها قطاع مركب بيكون له دبس كبير وبيكون له ويدز كبير. الكوبري بيتكون من ايه؟ الكوبري بيتكون من بيمز وبريسنج. البيمز اللي عندنا سترينجر كروس جردر مين جردر زي ما احنا شايفين في الشكل هنا، ادي السترينجر وبعد كده بتنقل الحركة ليه او الاحمال للكروس جردر اللي هي بنحطها على مسافات من 4 لـ6 متر، ودي المسافات الانسب. ممكن المسافة تبقى اكبر من 6 متر، بس الانسب ان احنا نحطها على مسافة من 4 لـ6 متر.
وادي السترينجر وادي التراس، او ممكن يبقى بليد جيردر على حسب ما هو عايزني اصمم ايه، او على حسب الاسبان اللي عندنا. طيب بعد كده عندنا upper horizontal bracing، وعندنا lower horizontal bracing، وعندنا vertical bracing اللي هو بيكون اكس او بيكون في، او ممكن نستغنى عن ال vertical bracing خالص ونعمل مكانه bracket. عندنا بريسنج جديد ظهر معانا هنا اسمه سترينجر بريسنج. احنا متعودنا في الرودوي كان عندنا الأبر بس، وعندنا اللور بس، وعندنا الفيرتيكال. ظهر معانا بريسنج جديد هنا بيربط ما بين السترينجر الاتنين اللي جنب بعض الخاصين بالمسار الواحد، بنسميه سترينجر بريسنج. شكله ازاي السترينجر بريسنج ده؟ ادي الاتنين السترينجر هم اللي هما المسافة ما بينهم 1.8، ودي مسافة ثابتة برضه في الريلوي، وهنلاقي كده الشكل اللي عامل زي 8، وفي منبر رأس بالشكل ده نفس الكلام بيبقى عكس بعضهم، وده هو الايه السترينجر بريسنج. يبقى ما بين الاتنين سترينجر، وده وظيفته ان هو بيقاوم الاحمال الجانبية اللي بتحصل على التراك. المسافة ما بين الريل بتكون 1.5 متر، طول السليبر اللي هو فلانكات بيكون 2.6، ودول اللي هما بنسميهم وزن او احمال التراك نفسه. وادي الكاميرا السترينجر، وادي السترينجر بريسنج. المسافة ما بين السترينجر 1.8، وارتفاع السترينجر زي ما احنا عارفين اللي هو طولها الاس على 10، طول الكاميرا يعني المسافة ما بين الاتنين كروس جردر على 10. ارتفاع السليبر بيكون 20 سنتي، وارتفاع القضيب بيكون 15 سنتي. بعد كده عندنا انواع للكونستراكشن بتاعنا للكباري. عندي ديك بريدج وسيمي ديك وبوني او ثرو. الثرو ده بيستخدم مع التراس، انما البوني بيستخدم مع الرود، مع الرود ايه البليد جيردر، والاتنين بيستخدموا مع التراس. بستخدم بوني او ثرو او الشكل بتاعهم نعرفه في الصفحه اللي جايه الفرق ما بين البوني والثرو. طيب ازاي اقرر هستخدم نوع من الثلاثة دول؟ هستخدم الديك بريدج، وده الأول اللي أنا بشوفه هينفع معايا ولا لأ، لأن ده هو الأرخص وهو الأسهل في التنفيذ. منفعش بستخدم السيمي ديك اللي هو بيكون الكاميرا كروس جيردر نزلت شوية، مش في نص البليد جيردر أو التراس، لأ شوية على مسافة هنسميها إكس، وهنعرف إكس دي نحسبها إزاي. أو بنزل الكروس جيردر لآخر المين جيردر بتاعتي فبسميه بوني. اللي بيحكمني مين؟ قيمة ال H construction اللي هي الإنشائي بتاعي ارتفاعه كام، عايز ارتفاع الكوبري الإنشائي بتاعي محتاجه كام، أقارنه بال available construction الارتفاع المسموح بيه، وأشوف هينفع إن أنا أعمل ديك ولا سيمي ديك أو بول. لو جينا بصينا على المسافة بتاعت الكوبري، وده المنطقة اللي بالكوبري بنقل فيه الحركة، المية هنا وكوبري بداية المسار هنا ونهاية المسار الناحية التانية، ودي اتجاه الحركة بتاع الكوبري، وده الريل ليفل أو الرود ليفل على مكان رود وي، وده الجزء الهايد اوف كونستراكشن اللي احنا بنشتغل عليه، وده الجزء الملاحة اللي المنطقة أو الهيئة بتقول لي أنا عايز ارتفاع للملاحة 4 متر، 3 متر، 5 متر، لازم أحافظ على الارتفاع ده، مينفعش إن أنا أنزل الهايد اوف كونستراكشن تحت يدخل في الارتفاع اللي هما محتاجينه. طيب ازاي بحدد الـ available construction؟ يا اما بيديهولي رقم given، او انا بحسبه بطرح قيمة الـ real level، اطرح منها ارتفاع الملاحة، اطرح منها ارتفاع الـ water، يبقى انا جبت قيمة الـ H الـ available. بعد كده معادلة انا بحسب منها الـ H construction للـ deck، وهو قيمة الـ L على 10 ارتفاع الـ main girder، أجمع عليها الـ 20 سنتي بتاعة السليبر، أجمع عليها 15 سنتي بتاعة الريل، أجمع عليها 0.06 اللي هي 6 مللي بتاعة التو فلانج، فلانج اللي فوق فلانج اللي تحت، بجمع عليها الديفليكشن ال على 800، وأجمع عليها 2 سنتي سيفتي. لو كان أكبر من ده قيمة الـ H construction، أكبر أقل من الـ H available، يبقى هنستخدمه ديك بريدج، ديت أقل من الـ H available. تمام، مكتوبة غلط عدلها لك في البي دي اف. يبقى اذا اقل من الـ H available بنستخدمه ديك بريدج، لو كانت اكبر من الـ H available يبقى مش هينفع نستخدمها ديك بريدج. نروح لمين لو في حالة منفعش الديك بريدج غير متاح بالنسبة لنا؟
هيبقى هنستخدمه نشوف السيم ديك هينفع ولا لا. طب السيم ديك هينفع ولا لا؟ بناء على قيمة الاكس دي، مسافة ما بين اخر الكروس جردر واخر المين جردر بتاعنا. هل المسافة دي اللي هينفع اعمل فيها البراكت او اللور ممبر والفيرتيكال ممبر اللور بريسنج والفيرتيكال بريسنج اكبر من نص متر ولا لا؟ احنا بنحسبها ازاي؟ قيمة الاتش الافيلابل اللي احنا حسبناها اللي هو المتهيألي جيفن، هطرح منها الاتش كونستراكشن للبوني. طب ايش الكونستراكشن للبوني دي بنحسبها ازاي؟ اللي هي المسافة من الريل لحد اخر الكروس جردر اللي هي بتساوي بي على 8 زائد 0.03 اللي هو ارتفاع الفلانجة ديت، 0.2 السليبر، 0.15 الفلانجات اللي على 800 ديفليكشن، 0.02 اللي هو السيفتي. اطرح ده من ده اكبر من نص متر يبقى اذا هينفع استخدمه سيم ديك، ما ينفعش يبقى اشوف البوني او الثرو. تمام. طيب البوني الاتش سي بتاعته زي ما قلنا خلاص هو مفيش الا حل واحد بس، لو طلعت المسافة اقل من نص متر يبقى اذا هقول له هستخدمه بوني في حالة البريت جردر، او هستخدمه بوني او ثرو في حالة التراس، وهنشوف ازاي احدد هي بوني او ثرو في حالة التراس. ده الفرق ما بين البوني، ان انا مش بقفل الكوبري من فوق في حالة التراس بكاميرا تانية وبريسنج تاني، انما في البوني بيبقى مفتوح من فوق ان المسافة ما عدتش، لازم نغطي المسافة بتاع ارتفاع القطر. طب ارتفاع القطر عايز مسافة قد ايه؟ لازم تكون المسافة ما بين الكاميرا اللي هحطها وبداية الريل ليفل اللي هو بداية الريل تكون اكبر من 5.5 متر. نحسبها ازاي؟ هنقول الارتفاع كله اللي هو ال على 10، هطرح منه البي على 8 بتاعة الكروس جردر، هطرح منه 25 بتاعة السليبر وال15 بتاعة الريل، واطرح منه 30 سنتي بتاعة الكاميرا اللي انا هحطها فوق. لو الارتفاع ده كله الاكس اكبر من 5.5 متر يبقى اذا هستخدم ثرو، طلعت اقل من 5.5 متر هستخدم البوني بريدج. هنا الفرق ما بين الفيرتيكال بريسنج ممكن نعملها في زي ما قلنا، لو كانت الزاوية بين 30 و60 طلعت الزاوية انصيف بستخدم الاكس، طلعت الزاوية انصيف بلغي اللور وبلغي الفيرتيكال بريسنج وبنعمل مكانها براكت. بعد كده ازاي بحدد العرض بتاع الكوبري سواء كان سنجل تراك دبل تراك تريبل تراك لحالة الديك والسيم ديك نفس الأبعاد، والبوني والسرو نفس الأبعاد. المسافة هنا ما بين السرينجر قلنا 1.8، المسافة الطرفية بتبقى 0.9، هنا 0.9 وهنا 0.9، يبقى العرض في حالة السنجل تراك 3.6. في حالة الدبل تراك بتكون المسافة من السنتر ده والسنتر ده 3.5، يعني بتديني هنا مسافة ما بين المسارين 1.7. كله ده ثابت في حالة الدبل تراك ديك بتكون 7.1، في حالة التريبل 10.6. كل المسافات دي ثابتة في حالة الريل وي. نفس الكلام في البوني، المسافة بتبقى على الطرف، الفرق ما بينهم ان هنا 0.9 هنا بتبقى 1.8، والعرض هنا في السنجل تراك بيبقى 5.4، هنا بيزيد بيبقى 8.9، هنا بيبقى 12.4. تعالى بقى نشوف الاليفيشن بتاعنا لو كانت بليد جردر. البليد جردر ده بنستخدمه لو كان العرض بتاعي او طول الكاميرا بتاعتي اقل من 40 متر. هنا بستخدم بليد جردر، وادي شكل كروس جردر في حالة الديك بتبقى في اخر البليد جردر من فوق، وبنحط ما بين كل 2 كروس جردر بحط ما بينهم ستيفنر بحيث المسافة هنا ما يبقى من 1.5 او 1.8، او بنقول ان المسافة ما بين الستيفنر ما تزيدش عن 2 متر. على حسب بقى المسافة ما بين الكروس جردر ممكن تبقى مسافتين او ممكن تبقى 3 مسافات، بحيث ان انا بقسم المسافة اللي هي الاس اللي هي ما بين كروس جردر احط فيها 2 او 3 ستيفنر. ده بنسميه فيرتيكال ستيفنر. يبقى عندي ستيفنر افقي بنسميه هوريزونتال ستيفنر، وده بيبقى في نص المسافة، وعندي هوريزونتال ستيفنر تاني بيبقى على ارتفاع دي على 5 اللي هو دي ارتفاع الكاميرا، دي على 5 من ارتفاع الكاميرا. ده في حالة الديك بريدج. انما في حالة السيمي ديك بنلاقي ان الكاميرا كروس جردر جات في النص المسافة، مش في النص بالظبط، على حسب الاكس اللي هحسبها تحت. تمام. وكل الاستفنر موجود عندي، كل البريسنج موجود عندي. في حالة البوني بريدج هنلاقي الكاميرا كروس جردر في اخر الكاميرا البليد جردر من تحت. نفس الكلام عندي الهوريزونتال ستيفنر، وعندي على ارتفاع دي على 2، وعندي هوريزونتال ستيفنر على ارتفاع دي على 5، وعندي الفيرتيكال ستيفنر. المسافة ما بين الكروس جردر زي ما قلنا من كام لكام؟ من 4 ل 6 متر.
طيب هنا لو هيستخدم ال elevation هيستخدمه truss. طيب شكله في حالة ال dig bridge برضه نفس الكلام، احنا عارفين شكل ال truss يا اما بيكون n truss او بيكون w truss. لو انا هستخدم dig bridge نفس الكلام، هنلاقي cross girder في اخر truss من فوق، بس لازم ال cross girder تكون راكبه على ايه؟ راكبه على vertical member من بتوع الايه؟ من بتوع ال truss. هنلاحظ ان التراس ما فيش حاجه اسمها ايه ستيفنر. التراس بيتكون من ابر ولور وفيرتيكال وده ايه ودياجونال ممبر، مفيش عندي ايه ستيفنر في الايه في التراس. وهنا الكروس جيرد بتركب على ايه؟ بتركب على الفيرتيكال ممبر بتاع التراس، تمام. والمسافه برضو من 4 ل 7 او من 4 ل 6 متر، نقول من 4 ل 6 متر هي الانسب. في حاله البوني هنلاقي الكاميرا نزلت تحت في اخر التراس، برضه ينفع نعمله ان ينفع نعمله دبليو. طب لو عملته دبليو بقى في حاله الدبليو تراس، تمام، في حاله البوني هنلاحظ ان الممبر اللي كان هنا والممبر اللي كان هنا بنشيلهم. ليه؟ لان الفورس اللي عليهم بتساوي زيرو لو عملت دبليو تراس، انما لو عملت ان تراس بكمل التراس زي ما هو. بعد كده شكل الثرو بريدج، واحنا قلنا الفرق ما بينه وبين البوني ايه؟ ان انا باجي بعمل هنا بريسنج فوق وبعمل كاميرا فوق، بحيث ان انا بعمل بريسنج بيقاوم الويند لود وبيقاوم اللاترال لود. نفس الفكره ان انا طالما في بريسنج بيبان معايا هنا في الاليفيشن، والبريسنج ده بينزل راسي، تمام، في حاله الان تراس لحد ما اقفل مع اللور بريسنج، او بينزل مايل لو انا عامل دبل تراس بينزل مع ممبر مايل، او بينزل مع هنا في حلين، يا اما بنزله مايل او بنزله راسي مع الفيرتيكال ممبر. في الحاله اللي انا بنزله راسي بنسميه closed frame، لو انا نزلت رأس وقفلته كده مع اللور ممبر. في حالة ان انا نزلته مع المايل بنسميه open frame، تمام. انت حاسس لك حرية الاختيار انك انت تختار هتمشيه مع الممبر المايل او هتمشيه مع الممبر الرأسي. بعد كده ناخد بقى مثال ونشوف ازاي بنرسم اللاي اوت بتاعنا. يقول لك ارسم لي اوت لسنجل تراك بليد جيردر. هو حدد لك ايه بليد جيردر، وادالك الووتر ليفل وادالك الريل ليفل والنافيجيشن وارتفاع والطول الويدث عرض النهر اللي هو طول الايه طول الكوبري. جبنا الاتش افيلابل طرحنا الريل ليفل منها الووتر ليفل منها النافيجيشن طلعت ب 5 متر. طيب الاتش ديك عشان هنشوف هينفع ديك ولا لا، ال على 10 زائد بوينت 36 زائد بوينت 2 زائد بوينت 15 زائد ال على 800 زائد بوينت 02 طلعت 4 متر. يبقى طلعت الكونستراكشن اقل من الافيلابل، يبقى ينفع نعمله ايه؟ ينفع نعمله ديك بريدج. ونيجي نرسم الديك بريدج، بنرسم اول رسمه نرسمها كروس سكشن، ممكن يكون بسكيل 1 ل 50 او 1 ل 100، بيكون ضعف السكاشن الثانيه. طيب بنرسم كروس سكشن، هنا عملنا السنجل تراك، تمام، زي ما قال لنا يعني في اتنين سترينجر، وعملت السليبر وعملت الريل وعملت الارتفاع بتاع المين جردر اللي هي ال على 10 بتساوي 3.6، كان مدينا طول 36. عملنا كام مسافة، تمام، لما نيجي نبص على الاليفيشن خلاص كروس سكشن الاول، والارتفاع الكروس جردر بيكون بي على 8، عارفين العرض اللي هو البي 3.6 ثابت في حالة ديك سنجل تراك. الزاوية هنا نفعت ان انا اعمل الفيرتيكال بريسنج، الفي كانت الزاوية قليلة جدا، كانت 16 او 20، كانت اقل من 30، فرحت اعملها اكس طلع السيف بقت 48. ده بليد جيردر اللي هي الكاميرا اللي هي الرئيسية الاي سيكشن ديت، وهنا ايه الويب الفيرتيكال ويب استفنر. وهنا البريسنج الجديد اللي احنا قلنا عليه اللي مبقاش موجود معانا في الرودوي اللي هو السترينجر بريسنج، وادي الابر بريسنج وادي اللور بريسنج. بعد كده بنرسم الاليفيشن، قسمنا المسافة ما بين الكروس جيردر لست مسافات، يبقى اذا 6 × 6 تديك 36. وادي الكروس جيردر في اخر البليد جيردر من فوق، وجينا حطينا اتنين، تمام، ايه سترينجر، قسمنا 3 مسافات يعني مسافة 2 متر شغالة مفيش مشكلة، اهم حاجة مزيدش عن 2 متر. يبقى اذا قسمتها 3 مسافات 6 متر وعملت 2 ابر او فيرتيكال ايه استفنر ما بين الكروس جيردر. وادي الاستفنر الافقي اللي هو على دي على 2، وادي الاستفنر اللي هو على دي على 5. وهنا بطلع شويه كده البراكت، في براكت هنا بيبقى موجود في البليد جيردر اللي هو من 30 ل 40 سنتي، ده براكت اللي هو بيبقى في نهايه الكوبري على الطرفين، بيطلع حوالي 30 سنتي من الناحيتين.
البلان، ابص من فوق فهشوف الكاميرا البليت جيردر على الطرف كده، وهشوف الكروس جيردر اللي انا لسه عاملها الاي ديت اللي هي على مسافة 6 متر، وبعد كده هشوف الايه السترينجر. انا المفروض هقطع من هنا كده وابص لفوق فهشوف 2 بلان، هشوف بلان للابر بريسنج وهشوف بلان للسترينجر بريسنج، فانا المفروض هرسم 2 بلان. فعشان ما نضيعش وقت وننجز في البلان، فهقسم الرسمة نصين، نصها هرسم فيه سترينجر بريسنج ونصها هرسم فيه الابر بريسنج. قلنا الابر بريسنج يا اما بعمله كي في الاول بجرب الكي، نفعت الكي يبقى ده السيستم الافضل، ما نفعتش الكي فانا بعملها اكس بريسنج. انا عملت الكي طلعت الزاويه انسيف، فروحت مغيرها وعملها ايه اكس بريسنج. زي ما قلنا السترينجر بريسنج بتبقى في او 8، ممكن حد يعملها 8 صح، حد يعملها وشها لفوق 7 صح، وممبر راسي. وبيقول لك المسافه ما بينهم ما زادش برضه عن 2 متر ما بين الفيرتيكال ممبر وما بين الكروس جيرتر. طول ما احنا محافظين على مسافه من 4 ل 6 متر فهي هتنفع معانا ايه، ان هي هقسمها مسافتين بس، اعملها في او اعملها ايه او اعملها 8. لو زادت المسافه ما بين الكروس جيرتر عن 6 متر مش هتطلع دي معانا سيف، ان هي ليه المسافه دي ما زادتش عن 2، عشان الزاويه دي تكون ما بين 30 و60، زاويه ميل الايه السترينجر بريسنج، الزاويه ما بين الدياجونال ممبر وما بين الفيرتيكال ممبر ده. يبقى الناحيه دي رسمت فيها السترينجر بريسنج اللي هو واخد الشكل ده 7، او ممكن نعمله العكس اعمله 8. والناحيه التانيه رسمت الابر بريسنج، وهنا هتلاحظ بقى شفت الايه شكل البريكنج فورس بريسنج اللي احنا قلنا عليه، برضو ده بريسنج جديد بيبقى موجود معايا في الريل واي، باخده من النقطه دي كده وهنوصله بالنقطه الطرفيه دي تمام، او لو كان معمول كي فهناخده من النقطه اللي هي ما بين الكي وما بين السترينجر وبرضه نوصله بالنقطه الطرفيه تمام. يبقى انا كده رسمت رسمتين، السترينجر بريسنج البلان بتاعها والابر بريسنج البلان بتاعها في رسمه واحده. شوف الرسمه التانية اللي هي بتاعت قطعت وبصيت لتحت في الكروس سيكشن كده، يبقى انا هنا هقطع كده وابص لايه وابص لتحت، لما هنا دلوقتي قطعت وبصيت لفوق فشفت الاثنين البريسنج الابر والسترينجر، هبص لتحت اشوف الايه اشوف اللور بريسنج، وده بنعمله دايما اكس بريسنج تمام. ولو كنت عامل الابر اكس ده هينفع على اكس، لو كنت عامل على اكس واحده نفس الزاويه، لو كنت عامل الابر كي فده هينفع على كل اتنين ايه مسافتين اعمل عليهم اكس، هتطلع الزاويه نفس زاويه الكي بالظبط. مثال تاني نفس الكلام، بيقول لك صمم دبل تراك بليد جيردر برضو، وداك كل الدايمنشن وكل الارتفاعات، جبنا الاتش افيلابل، جبنا الاتش ديك، طلع ان هو مش هينفع نعمله ديك، الاتش كونستراكشن اكبر من الاتش افيلابل، فهنجرب نعمله سيمي ديك. حسبنا الاكس طلعت الاكس بكام، 1.15، ده اكبر من ايه اكبر هنا تمام، اكبر من نص متر، هعدلك في البي دي اف، يبقى يوز سيمي ديك، يبقى هينفع نعمله ايه سيمي ديك. رحت راسم كروس سيكشن بتاعت السيمي ديك تمام، نفس الابعاد اللي هي بتاعت الديك تمام، ورسمنا الاليفيشن، ادي شكل الكروس جيردر في الاليفيشن وزي ما شرحناها من شويه، وشكل البلان. هنا بقى بان معايا ايه، كان قايل لي دبل تراك، ادي التراك الاولاني وادي التراك التاني، ما بين كل تراك والسترينجر بتاعته فيها ايه فيها سترينجر بريس، ممكن نعمل وشهم زي ما قلنا لفوق او وشهم لايه لتحت. وهنا ظهر معايا شكل مين البريكنج فورس بريسنج، اهو من نقطه التقاطع ما بين الابر بريسنج والنقطه اللي على الطرف كده بالشكل ده، وممكن نعملها برده في النص برده البريكنج فورس بريسنج. هنا كان مديني المسافه 32، وهنا قسمتها 8 مسافات، كل مسافه طولها كام 4 متر. هنا ما كانش فيه لور بريسنج عشان كان في براكت. نفس الكلام برده بيقول لك بالايد جيردر، وجربنا نعمل الاتش افيلابل الاتش كونستراكشن ما نفعتش ديك، طلعت المسافة أكبر، برضو طلعت الإكس أقل من نص متر ما نفعتش سيمي ديك، فروحنا مستخدمين مين؟ مستخدمين البوني تمام. رحت عامل كروس سيكشن بوني بريدج زي ما احنا عارفين المسافات والأبعاد، ورسمنا الإليفيشن ورسمنا البلان نفس الفكرة اللي احنا قلنا عليها. بعد كده قال لك ارسم لي بقى سنجل تراك للتراس، وادانا نفس الكلام الأبعاد، جربنا عملنا الإتش أفيلابل الإتش ديك، لقينا ان نفعت الاتش كونستراكشن اقل من الاتش افيلبل، يبقى هنستخدم ديك بريدج سنجل تراك. هنا بقى شكل ادي نفس الكلام، او الرسمه هنا اللي هي كروس سيكشن، تاني حاجه اسمه الاليفيشن، تالت حاجه البلان.
رسمت الكروس سيكشن نفس الفكره بالظبط، مش هتغير هنا، بس هيظهر معايا شكل مين، شكل تراس، سواء كنت عايز اعمله ان او عايز اعمله دبليو تراس. هنا مسافه 5.25 لان ال كانت 42 على 8 مسافات. والبلان نفس الفكره، قلنا نعمل نص ابر بريسنج برضو ونص ايه، هو الاختلاف ما بين التراس وما بين البليت جردر في رسمه الاليفيشن فقط، يعني هو نفس الكلام بالظبط ما عدا الاليفيشن بقى تروس، نفس الكلام مفيش اي حاجة اتغيرت. يبقى وادي الشكل ده هيقربنا جدا من الواقع. ادي بصيت من هنا شفت شكل التروس اهو، ولو بصيت من جنب هنا ادي الاكس اللي في الوش، رسمت كروس سيكشن، وادي الكاميرا كروس جيردر، وادي الكاميرا الاسترينج، نفس الكلام هيتكرر في اي مثال. وادي اللور بريسنج، هنا المثال دبل تراك هنجرب، هنلاقيه ان هو مش هينفع ديك، هنجرب البوني تمام. هنا نفع ديك، طلعت الاتش، طلعت الاتش كونستراكشن اقل من الاتش افيلابل ديك، بس دبل تراك، رسمنا الدبل تراك ورسمنا البلان بتاعه ورسمنا الاليفيشن على تراس، نفس الكلام هنا كان دبل تراك بس ما ينفعش ديك، جربنا البوني برضو السيمي ديك ما ينفعش سيمي ديك. فقبل ما اقول ان هو بوني هجرب هل هو بوني ولا ثرو، في حالة التراس بقى، في حالة التراس هشوفه بوني او ثرو. لو كانت المسافة دي اكبر من 5.5 يبقى هقول له ايه ثرو، طلعت اقل، طلعت اقل من 5.5 يبقى هقول له بوني، رحت شغال ان هو بوني بريدج في حالة التراس تمام. والمثال اللي بعد كده جربنا ان هو ديك ما ينفعش، سيمي ديك ما ينفعش، جربنا بعد كده البوني او الثرو، طلعت ان هي اكبر من 5.5 متر المسافة، فهنستخدمه ثرو بريدج. والاختلاف في ما بينهم شكل كروس سيكشن بحط فيه البريسنج من فوق، ونفس الكلام شكل التراس بحط فيه البريسنج لفوق، وهنا مشيتها مع المايل خليناه اوبن بريسنج تمام يا شباب. وده الابر بريسنج هيزيد في حاله الايه، في حاله الثرو بريدج. بعد كده بعض الافكار، ان هو ممكن يقول لك انا عايز عرض الكوبري ما يزيدش عن 1.8، ففي الحاله دي هحط المين جردر بتاعتي مكان مين، مكان السترينجر، وهستغنى عن السنجر. يبقى الكوبري هنا هيتكون من ايه، هيتكون من كروس جردر، وهيتكون من مين جردر وستيفنر لو كنت هستخدم بليد جردر، ونفس الكلام الاحمال هتتنقل من الريل على مين، على المين جردر مش على السترينجر. او ممكن يجي لنا رسمه لاي اوت اللي هو عايز نرسم شكل الريلوي مع الرودوي، ممكن يبقى كومبايند بالشكل ده، واحد منهم فوق التاني، او يبقى الاتنين جنب بعض بالشكل ده. ده الشابتر الاولاني اللي اوت، اشوفكم ان شاء الله في الشابتر التاني ديزاين بتاع السترينجر.